السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أربعة وسلم. أكيوت بارونيكيا، يعني يا جماعة بارونيكيا، نيكيا يعني ضفر، النيل بتاعك. بارو دي جاية من بارا، بارا يعني حاجة جنب الضفر، بس اتحورت كلمة بارا دي على مدار السنين وعملوها بارونيكيا، المفروض بارانيكيا. فالبارونيكيا ده هي عبارة عن انفكشن في التيشوز اللي قريب قوي 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 من النيل. اسمها ايه التيشو دي اللي قريبة من النيل؟ التيشو اللي قريبة من النيل دي يا جماعة بيتقال عليها نيل فولد. فأكيوت انفكشن في النيل فولد دي عبارة عن البارونيكيا، اللي هي التيشو اللي جنب النيل فيها التهاب. دي مهمة أوي الحكاية دي، لأن دي الكومنست هاند انفكشن. واسألوا البنات بقى اللي تعرفوهم على الحكاية ده هي. اسأل أختك جات لها كم مرة، اسأل والدتك جات لها كم مرة. دايما الحكاية دي في معظم الأحوال يا جماعة بتحصل في الستات اللي بيدهنوا المونيكير، بالذات في الكوافير، لان طبعا بقى الادوات بتاعه الراجل بتاع الكوافير ده مش معقمه، وقاعد بيدهن لها هنا وبيلعب لها ومش عارف بيعملوا حاجات كده غريبه في الضوافر بتاعتهم، فدي ممكن تدخل لهم انفكشن نوعا في النيل فولد. او في كتير جدا جدا بقى بنات واولاد دايما عندهم خصله وحشه قوي، ان هو دايما بيلعب هنا هو كده هو، ويقعد يعمل تريمينج اوف سكين تاج. تريمينج يعني بيهذب. ايه سكين تاج دي؟ اللي هي ودنه. تبص تلاقي تقعد تعمل كده هو، فتطلع لك حتة جلد، وتقعد الجلد تعمل فيه كده وتعمل فيه كده. فطبعا ده كله كلام مش معقم، هيدخل لك انفكشن ويعمل لك انفكشن في النيل فولد. طبعا الكلينيكال بيكشر بمنتهى السهولة زي ما احنا متعودين. العيان ده هو عنده بين وتندرنس وسويلنج في النيل فولد، بالذات بيبقى البين جامد قوي عند الانجل اوف ذا نيل فولد. ايه الانجل اوف ذا نيل فولد ده يا جماعه؟ لو ده كده هو الضفر بتاعك، او دي يمكن بهتنا شويه الصوره دي، خلينا هنا كده. المفروض في عندك النيل فولد في حته منها فيرتيكال وبعدين جزء ماشي بالعرض. فعند الجزء الفيرتيكال ده والجزء اللي ماشي بالعرض هنا في انجل اوف نيل فولد على اليمين، وزيها في واحده على الشمال على الناحيه الثانيه. نبص نلاقي العيان ده هو دايما بيكون عنده بين وتندرنس وسويلنج، وشايفين هنا عند الانجل اوف ذا نيل فولد بالذات ورمه قوي زياده عن اللزوم. العيان ده بقى علاجه ايه؟ والله حسب. اتفقنا البارونيكيا والبالب سبيس طبعا بنعمل لهم انستيزيا اللي اسمها رينج لوكال انستيزيا حوالين الروت اوف ذا فينجر، واوعى تحط فيها ادرينالين لا يجيله جانجرين. وبعدين بقى الانفكشن حسب السيفيريتي بتاعته يا جماعه. اسهل طريقه عشان اعمل فيها انسيجن ودرينج، طبعا دي بقى صور ثانيه للبارونيكيا، واما الباص بقى اتكون هنا هو عندك اهو عند الانجل اوف ذا نيل فولد. اول حاجه واسهل حاجه ان انا اجيب مشرط بوزر رفيع قوي، فاين تيب سكالبل، سكالبل والمشط وجزء رفيع قوي، واروح داخل ما بين النيل والنيل فولد عشان ارفع النيل فولد هي، وبالسكالبل تك اروح قاطع النيل فولد اللي فوق المده. طبعا اللي فوق المده دي تبقى كاب اوف سكين، اللي اباف اللي هي الحته دي، زي ما تكون المده لابسه كاب، فالكاب ده وان تك اروح جاي داخل ان هو بالسكالبل بتاعي، افصل ما بين النيل والنيل فولد تك، واروح قاطع السكين كاب ده هو وافضي كل الماده. او ممكن نعمل هنا وان اوبليك انسيجن، اوبليك انسيجن في الانجل اوف ذا نيل فولد. ولو الماده كتير قوي ممكن اعمل لك اكسيجن لجزء مثلث من الجلد ده هو، excision of a triangular part of skin عشان افتح السكه قوي قوي واشيل كل المده. او ساعات يا جماعه للاسف بقى بلاقي المده ابتدت تظهر تحت الضفر بتاعك، ابتدت تظهر هنا كده، يبقى الصرفه ايه؟ مفيش صرفه غير بقى ان انا اروح اعمل لك incision في الانجل اوف ذا نيل فولد على اليمين،
وانسيجن في الانجل اوف ذا نيل فولد اللي على الشمال، وحته الجلد دي اللي في النص اللي ما بينهم اروح اعمل لها ريفليكشن، ارفعها كده عشان تحتيها بقى هلاقي الماده تفضيها، والماده داخله تحت الضفر، فمضطر للاسف اعمل اكسجن للجزء ده بتاع النيل اللي ريتد للماده عشان افضي كل البص اللي تحت الضفر. ساعات الحكايه بتبقى فظيعه قوي يا جماعه، وبلاقي الماده مالت المنطقه اللي تحت النيل كله. على فكره الضفر بتاعك ده نايم في حته اسمها نيل بيد، ما هو نايم يبقى ما نايم فين؟ في بيد. ساعات بقى تبص تلاقي الماده مالت النيل بيد ده كله واللي تحت الضفر، وبقى الضفر ده سايب خالص، بيتقال عليه فلوتنج نيل، عايم فوق الماده. على فكره كده الضفر ده مات خلاص، لان انت فصلته عن البلاد سبلاي اللي تحتيه، فمضطر بقى تشيل النيل ده هون تماما وتسيب المنطقه ده هي فور فري درينج. ده بالنسبه يا جماعه للبارونيكيا، يا اما بمشط بوز رفيع وافصل ما بين النيل والنيل فولد، اروح قاطع الجلد اللي فوق الماده، او اوبليك انسيجن او اكسيجن للسكين اللي عند الانجل اوف ذا نيل فولد، ولو دخلت الماده تحت الروت اوف ذا نيل يبقى لازم اعمل انسيجن يمين وشمال عند الانجل اوف ذا نيل فولد وارفع السكين فلاب عشان يبان لي الروت اوف ذا نيل، اروح تك شايل الجزء ده اللي ريليتد للماده وافضي الماده اللي تحتيه. ولو الماده كانت خلت الضفر ده كله عايم يبقى لازم تشيل النيل ده تماما وتفضي الماده اللي تحتيه. نيجي احنا اتفقنا البارونيكيا دي الكومنست هاند انفكشن، نيجي لتاني بقى هاند انفكشن، انفكشن في البلب، بلب سبيس انفكشن. ايه البلب ده يا جماعه؟ البلب ده يا جماعه سبيس عباره عن سبكوتينيوس سبيس، السبيس اللي تحت الجلد اللي موجود ان فرونت اوف العقله دي من صابعك. اسمها ليه العقله دي من صابعك؟ ان فرونت اوف ذا تيرمينال فالينكس، دي اخر واحده. السبيس ده هو كلوزد سبيس، مقفول من جميع الجهات. اولا مقفول بروكسيمالي بالسكين كريز، ده هي فين عندك سكين كريز اسمها ديستال انترفالنجيال كريز، فيها السكين لازق في الجوينت اللي تحتيه، فده راح قافل لك السبيس بروكسيمالي. الكريز ده هو كده، السكين راح جاي لازق في الجوينت اللي تحتيه اللي هي الانترفالنجيال جوينت، ودي كريز اسمها انترفالنجيال كريز، قفلت الايه السبيس ده هو بروكسيمالي. على الجناب بقى وديستال السبيس ده مقفول بايه؟ ده كات سيكشن انا عامله في الديستال فالنكس، فمن فوق بقى لتحت في الدوفر اهو بتاعك، ومتحوط اهي بالنيل فولد اللي احنا اتفقنا عليها، وبعدين بقى الديستال فالنكس اهي انا قاطع فيها، وبعدين السبيس بقى اللي قدام التيرمينال فالنكس ده اللي اسمه بالب سبيس. البالب سبيس ده هو يا جماعه بيكون مقفول على الجناب وديستالي بفايبر السيبتم ممتد من البيري اوستيوم اوف ذا فارينكس تو ذا سكن. كده السبيس اتقفل بروكسيمالي ومن على الجناب وديستالي. نبص نلاقي البلب سبيس ده هون متقسم بميني فايبر السيبتا من العظم للسكن، متقسم الى ميني لوكيولاي. نبص نلاقي العيان دهون، العيان دهون بقى البلب سبيس ده بتاعه فيه ايه؟ يعني ايه الكونتنس اللي فيه؟ الكونتنس اللي فيه طبعا فات، سبكوتينيوس فات، وايه تاني؟ وتندون، ده الفليكسور تندون اللي هو الفليكسور جيتورام بروفاندس جاي بقى انسيرتد هنا اهو، وفي ديجيتال ارتري. الديجيتال ارتري لما بيخش البلب بيدي برانشز تغذي الديستال بارت اوف ذا ديستال فالنكس. اما البروكسيمال بارت ده وان سبلايد بايه؟ سبلايد بديجيتال ارتري،
بس سبلاي بالديجيتال ارتر وهو ماشي هنا هون، وهو ماشي هنا هون في السبيس ده، السبيس ده اللي قدام الميدل فانكس. السبيس بقى يا جماعه اللي قدام الميدل فانكس اللي بيتقال عليه الديستال فولار سبيس. فالديجيتال ارتر هو ماشي في الديستال فولار سبيس، بيدي لك برانش يغذي البروكسيمال بارت اوف ذا ديستال فانكس. فالديستال فانكس دي بتتغذى مرتين من الديجيتال ارتري. البيس اللي هي البروكسيمال بارت بتاعها سبلايد بالديجيتال ارتري قبل ما يخش البلب، قبل ما الديجيتال ارتري يخش البلب، وبعدين بنغذي الديستال بارت اوف ذا ديستال فانكس بعد ما دخلت البلب. ماشي، نبص نلاقي ال بلب سبيس انفكشن ده وان مشهور عندنا في مصر بلب سبيس انفكشن، بس على فكره في بلاد بره ما يعرفوش كلمه بلب سبيس انفكشن دي خالص، بيقولوا عليه فيلون انفكشن. فيلون انفكشن لو حبيت تترجمها دي الصباع بتاعه مدوحس، فالناس كده بقت تقول لك ده صباعه مدوحس يا دكتور، هو ده الفيلون. نبص نلاقي المفروض العيان ده هو بقى ايه الكلينيكال بيكشر بتاعته وايه الباثولوجي والكومبليكيشن والحاجات دي. طبعا الانفكشن يا جماعه في الاول بيكون لوكالايزد تو وان كومبارتمنت، فالانفكشن غالبا نتيجه بانكشر ووند وراح داخل في الكومبارتمنت ده، عمل لك فيها انفكشن لوكالايزد خالص في الحته دي. بس طبعا لو اهمل هتبص تلاقيه راح منتشر الى اللوكيولاي اللي حواليه وروح واخد لك الانفكشن البلب كله، حيث ان ده وان سمول كلوزد سبيس البريشر فيه هيعلى بسرعه قوي، وما البريشر يعلى بسرعه قوي ده يعمل بريشر نيكروزس على الاستراكشرز اللي جوه ويعمل لك ايرلي بس فورميشن. ايه الكومبليكيشن بتاعت العيان ده هو؟ الكومبليكيشن بتاعت العيان ده هو نمره واحد اما البريشر هيعلى جامد قوي هيضغط على الديجيتال ارتري، والانفكشن ممكن ياثر على الديجيتال ارتري ويعمل لك كمان فيه ثرومبوزس، وبالتالي يحصل سيكويستريشن. زي ما انتم عارفين سيكويستر يعني ديد بون، sequestration of the distal part of the distal phalanx. صح؟ البروكسيمال بارت مش هيتأثر لأنه خد الأرتيريال سبلاي بتاعه من الديجيتال أرتري قبل ما يخش البلب. نبص نلاقي طبعا لما الجزء ده هيموت يا جماعة هينهار. هينهار وتلاقي صباعك كده متني. متني إيه يا رب المتني دون؟ زي منقار الغراب. بيتقال عليها أو البغبغان بيتقال عليها بارت بيك ديفورمتي. العيان ده هو ممكن الانفكشن اللي هون ده الانفكشن ده نايم على مين؟ على العظمة. فالانفكشن يا جماعة ممكن يضرب في العظمة ويعمل لك اوستيومايلايتس في الديستال فانكس. الانفكشن ده نايم على التندون، سبريد للتندون، يعمل لك انفكشن في التندون بالسينوفيال شيس اللي حواليه، ودي يتقال عليها تينو ساينوفايتس. وبيني وبينك انت مش بعيد عن الجوينت دي، الانفكشن ممكن يضرب في الجوينت ويجيب لك فيها سيبتيك ارثرايتس اللي هي الديستال انترفالنجال جوينت. العيان ده الكلينيكال بيكشر بتاعه طبعا اكيد بين وتندرنس وسويلنج. فين؟ على البلب. تعالج بقى الحكايه دي اول ما تجيلك ازاي؟ والله حسب. هو طبعا البلب زي الويب نفس الرينج انستيزيا في الروت اوف ذا فينجر، واوعى تحط ادرينالين. وبعد التخدير يلا بقى اعمل انسيجن. اعمله فين؟ والله بقى حاسب. لو لقيت في حته مده كده صغيره، الحمد لله ده العند لحقناه بدري والانفكشن لوكالايزد في واحده من اللوكيولاي او كومبارتمنت بس واحد هو اللي انفكتد في بلب، ما خدش البلب كله والباص ما دمرش البلب، فيبقى كفايه اروح اعمل فيرتيكال انسيجن على الحته دهية وافضي شويه المده الصغيرين قوي دول. لكن لو كنا وصلنا بقى ان البلب اتنفخ بالمنظر ده والانفكشن واخد البلب كله، لا ده ساعتها بقى لازم اعمل لك هنا هو انسيجن. انسيجن انترو لاترال انسيجن. انسيجن ده ولا هو لاترالي قوي ولا هو انتيرور قوي، ده انترو لاترال انسيجن.
في السايت بتاع البلب. الانسيجن اللي انت بتعمله دون على الديستال تو ثيرد اوف ذا بلب بس، يبقى انترو لاترال انسيجن في السايد اوف ذا ديستال تو ثيرد اوف ذا بلب. اشمعنى يعني يا راجل ما تخش ولا يهمك، اخش هنا بروكسيمالي حيث التندون هنا هو هتقطع التندون اللي هو الفليكسور تندون. فانت لو لما تفتح هتفتح هنا كده ديستال تو ثيرد، اوعى تقرب بروكسيمالي في عندك الفليكسور تندون الابيض ده، ويبقى ده لو انسيجن على اللوكيولاي بس او الكومبارتمنت الوحيد شويه الماده الصغيرين. لو كان واخد البلب كله بروح داخل بقى انترولاترال انسيجن، وفي الانترولاترال انسيجن ده بقى بخش بالمشرط بتاعي وتك تك 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 اروح فاتح كل الكومبارتمنتس اللي في البلب علشان افضي الماده كلها. لو لقيت الماده كتير قوي 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 بقى هتضطر تعمل واحد يساعدك على الناحيه الثانيه. لما تعمل واحد ومقابل واحد تاني، التاني ده بيتقال عليه كاونتر انسيجن عشان نفضي كل الماده ونطمن ان احنا عملنا كومبليت درينج. ويبقى ده الفيرتيكال انسيجن فوق لوكالايزد انفكشن، انترولاترال انسيجن على الديستال تو ثيرد اوف ذا بلب لو في ديفيوز انفلاميشن، ولو الانفلاميشن فظيع اعمل واحد مقابل ليه يبقى كاونتر انسيجن. ده البلب سبيس انفكشن اللي هو السكند كومن هاند انفكشن. نيجي بعد كده هو للويب سبيس انفكشن. ايه الويب سبيس انفكشن ده؟ انت عندك ميديال فور فينجرز، دايما الصابع على فكره بيتعاملوا ميديال فور فينجرز ولاترال فينجر اللي هو الصم. الميديال فور فينجرز دول بقى ما بينهم في ثلاثه ويب سبيسز، هي دي الحته اللي بيتقال عليها الويب على فكره، ما بين كل صبعين دي حته اسمها الويب سبيس. الويب سبيس دي انا رسمها لك رسمه حلوه قوي تحطها دايما في دماغك. الويب سبيس دون ده عباره عن ويدج شيبد سبيس. الويدج دون ليه بيز لفوق عند الفري ايدج اوف ذا ويب، الحته دي الفري اللي مش ماسكه في حاجه دي اسمها الفري ايدج اوف ذا ويب، عندك البيز فوق. طب الايبكس بقى اللي تحت دون، الايبكس اللي تحت يا جماعه بيكون محشور ما بين تو ريليتد جوينتس، دول اسمهم الجوينتس دي، ده اسمه ميتا كاربال بون ودي اسمها بروكسيمال فالينكس. الجوينت اللي ما بين ميتا كاربال وفالينكس يبقى اسمها ميتا كاربو فالينجال جوينتس. فالابكس ده يا جماعه محشور ما بين التو ريليتد تو ميتا كاربو فالينجال جوينتس. من قدام ومن ورا امسك كده الويب سبيس هتلاقيه محدود بايه؟ بالسكين اوف ذا ويب. طبعا الجناب امسك الويب وخد بالك كده اهو، هنحرك ايديك يمين وشمال هتلاقي نفسك ال يمينك وشمالك على الرسم بتاعتنا الحلوه اهي، يمينك وشمالك ال بروكسيمال فالنجيز اوف ذا ريليتد تو فينجرز وريليتد الويب سبيس ده للتو سبيسز اللي قدام البروكسيمال فالنجيز. خد بالك يا جماعه لو ده الصباع بتاعك اهو، عندك ثلاث عقل بروكسيمال ميدل ديستال فالنكس. السبيس اللي قدام الديستال فالنكس ده خلاص عرفناه اللي هو اسمه ايه؟ بلب سبيس. السبيس اللي قدام الميدل فالنكس ده اسمه ديستال فولار سبيس. ليه سميتوه ديستال؟ لان السبيس اللي قدام البروكسيمال فالنكس ده اللي اسمه بروكسيمال فولار سبيس. فانت عندك ثلاثة سبيسز، بروكسيمال بولار سبيس، ديستال بولار سبيس، اند بلب سبيس. فكل ويب بقى سبيس بيكون ريليتد لاثنين بولار سبيس ريليتد ليه. نبص لها يا جماعه الويب سبيس ده فيه ايه؟ اكيد سبكوتينيوس فات، دي كلها سبكوتينيوس سبيسز. في سبكوتينيوس فات وتندون مهم قوي، العضله اسمها اللامبريك المصل. اللامبريك المصل دي يا جماعه واخده اورجن بتاعها هنا اهون في حته اسمها ميد بالمر سبيس، واخر واحد اللي هو بتاع الاندكس فينجر بيكون طالع من السينر سبيس اللي هو بتاع الصباع الكبير. المهم التندون دي طالعه من الميد بالمر سبيس والسينر سبيس، وبعدين داخلين بقى في الويب
سبيس، فكده هيحصل لك مشكله. لو حصل لك ويب سبيس انفكشن، يبقى الانفكشن ده ممكن يمشي الونج اللامبريكل ويروح داخل لك على مين؟ على ميد بالمر سبيس انفكشن وكمان سينر سبيس انفكشن. نبص نلاقي يا جماعه العيان ده طبعا اكيد الكومبليكيشن بتاعته ايه؟ سبريد اوف انفكشن من الويب بروكسيمالي زي ما اتفقنا للهاند، ميد بالمر وسينر سبيس انفكشن، وديستال للبروكسيمال فولر سبيسز ريليتدلي. العيان ده طبعا تشخيصه في منتهى السهوله، احنا اتفقنا في الجزء الجنرال برنسبل ان مكان البين والسويلنج كاركترستيك. فايه رايك لما يجي لك عيان كده في البين والتندرنس والسويلنج في الويب؟ فده اكيد يعني لو واحد اعمى يقول لك ده سبوت دايجنوز، ده ويب سبيس انفكشن. الويب سبيس انفكشن بقى بيعمل حاجه حلوه قوي، ده سويلنج يا جماعه، والسويلنج ده على فكره ملوش مكان، الحته دي ضيقه قوي، فالسويلنج ده بيكون على حساب ابعد يلا وسع يلا، بيدوس على العظمتين اللي يمين وشماله يبعدهم عن بعض. مين العظمتين اللي يمين وشماله دول؟ التوفالنجيز والميتا كاربوفالنجال جوينت هون هيبعدهم. فتلاقي حصل حاجه غريبه قوي، الصباعين دول بعدوا عن بعض، يعني شوف كده المسافه ما بين الصباعين دول ودول، والصباعين دول بقى اللي فيهم الانفلاميشن بعد، ودول شايف الصابع هنا مسافتها ايه، ودول الصباعين دول بعد، ونفس الحكايه هنا. فحاجه كاركترستيك جدا جدا اللي عنده، في عنده بين وتندرنس وسويلنج اوفر ذا ويب وريليتد تو فينجرز بعدوا عن بعض. وحاجه كمان كاركترستيك قوي، الحمار والبين والتندرنس والسويلنج مسمع اهو، بص شايفين الحتتين الحمر دول، مسمع في التو ريليتد بروكسيمال فولر سبيسز. ماشي، نبص نلاقي العيانين دول بقى هيعالجهم طبعا كلام هايب بقى خالص، اضرب على طول فيرتيكال لونجتودينال انسيجن على الدورسال اسبكت اوف ذا ويب بقى، دورسال لونجتودينال انسيجن اوفر ذا ويب افكتد على الماكسيمم بوينت اوف بين اند تندرز. الانسيجن ده في الجلد بس، تخش بقى بكلوز ساينس فورسبس وتفتحه جوه الهاند لونجتودينال برضه، لان خدوا بالكم يا جماعه كل الاستراكشرز بتاعت الهاند ماشيه كلها تندونز ولامبريكلز وارتريز، كله ماشي بالطول. فانا دايما بعمل بارل، بفتح بارل امبورتنت استراكشر برضه بالطول. فطبعا الطريقه دي المشهوره اللي اسمها الهيلتونز ميثود، افتح الجلد اهو لونجتودينالي على الدورسال اسبكت الجلد بس، واروح داخل بقى بكلوز ساينس فورسبس وافتحه برضه لونجتودينال، عشان زي ما اتفقنا في الطريقه ايه، في الطريقه بتاعت الهيلتونز ميثود دي انا بفتح التيشو بسيباريشن اوف ذا تيشو مش بكاتنج اوف ذا تيشو. ويبقى دول الثلاثه انفكشنز المهمين قوي 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 بالذات، اللي هم الويب سبيس انفكشن، وخدنا قبليهم البالب سبيس انفكشن والاكيوت بارونيكيا. Thank you for good listening and good luck.